السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وسلامة. ان شاء الله النهاردة يا جماعة هنعمل فيديو عن، يعني انا حاسس ان الفيديو هيبقى اكسايتد جدا لناس منكم كتير، لان الخدمة اللي انا او الاكستنشن احنا في الفيديو ده احنا هنعرض اكستنشن بتأدي خدمة جميلة جدا. فهوريك الاكستنشن. هي عبارة عن حاجة اسمها الفوكالز ريموفر، تمام؟ طبعا في منكم تلاقيه عارف دلوقتي الاسم يعني ايه فوكالز ريموفر، او احنا الفيديو هنتكلم عن ايه. طيب الفوكالز ريموفر عموما هي عباره عن او سيرفيس، عموما بالعاميه يعني عباره عن سيرفيس بتعزل الفوكالز عن الميوزك او الانسترومنتالز. طب ايه هي الفوكالز وايه الانسترومنتالز؟ الفوكالز اللي هو الكلام، الفويس بتاع البشر او المغني اللي بيتكلم مع في الاغنيه، تمام. الانسترومنتالز اللي هي الحاجات اللي هي بتنظر من الالات، الاصوات اللي بتصدر من الالات، سواء بقى كمان، بيانو مثلا، اي الحاجات، الطبل مثلا، الدرامز، الحاجات اللي بتبقى في الخلفيه اللي مع الموسيقى نفسها. طيب هي دي عباره عن ايه؟ عن اكستنشن انا كنت عاملها ونشرتها، عملتها دوكيومنتيشن على الام اي تي انفنتور. ممكن لو فتحنا جوجل كروم كده نشوفها. لو فتحنا هنا الام اي تي انفنتور كوميونتي، خش هنا اهو واكتب بس في البحث، يعني مربع البحث اهو، هتكتب هنا اهو فوكالز ريموفر، تمام. اول نتيجه، لان اصلا ما فيش اي حد عملها قبل كده، هي النتيجه دي الاكستنشن دي ما فيش حد خاص عمل السيرفيس ده على الكوميونتي قبل كده، هو ده طبعا اللي عامل الاكستنشن دي. فكنت انا اللي عامل الدوكيومنتيشن ده. طيب فبالنسبه انا برضو اسمي هنا وموجود مستر كودر على الاكستنشن، على الدوكيومنتيشن هنا. ببساطه هو هنا كشرح سريع للاكستنشن عشان ما نخشش في التفاصيل بتاعه الدوكيومنتيشن دي. هي في الاكستنشن عباره عن بلوكين، بلوك اسمه الايف اللي هو الفويد نفسها، للداله نفسها، والامر نفسه اللي هو سبيلت اوديو، واليو ار ال ده ممكن لو قرانا هنا الهايلايتد، ميك الهايلايتد التكست اللي هو بيقول لك ميك شور ذات ذا يو ار ال از فور هوستد اور داونلود اوديو فايل. طب يعني ايه؟ يعني تتاكد ان اليو ار ال اللي داخل ده عباره عن دايركت داونلود لينك او هوست يو ار ال للفايل نفسه، تمام. يعني برضه يعني ايه؟ يعني مثلا انت ما بتاجر مثلا سيرفيس معينه او سيرفيس كلاود مثلا، وبترفع عليها مثلا فايل، ايه اللي بيحصل؟ مش بعد ما بترفع الفايل بيجي لك اليو ار ال، الدايركت يو ار ال بتاع الفايل هو ده. بس ده لو في حاله، لو كان الاوديو بقى، لو الفايل اوديو فايل بقى، انت هتاخد اليو ار ال ده وترجعه وتحطه هنا، وتاكد ان هو يو ار ال عشان اوديو، عشان ما يحصلش مثلا لخبطه او غلط، والاكستنشن برضه ما تطلعلكش الايه، الفايلين نفسه او الانسترومنتالز والفوكالز. طيب انت بعد ما بتحطهم بتستنى شويه لغايه ما الاكستنشن تعمل بروسيسنج على الفايل ده، وتها هتلاقي فجأة في الاول في الاخر هتلاقي عندك وين فوكالز او يو ار ال ابتوينز، تمام، obtained، تمام. هيطلع لك حاجة اسمها اتنين يو ار ال، واحد انسترومنتالز يو ار ال والفوكالز يو ار ال، اللي هو الفوكالز اللي هو صوت الفويس الانسان، والانسترومنتالز اللي هي صوت الالات او اللي بتشتغل في الخلفية، اللي بتعمل الاصوات اللي في الخلفية، تمام. طيب ايه مميزات الاكستنشن دي؟ الاكستنشن دي عبارة عن اكتر من مميزتين فيهم، ان انا بشتغل على unlimited usage. يعني ايه unlimited usage؟ برضه يعني الاكستنشن ملهاش ليميت، يعني لو اي بي اي كي بتستخدمها، يعني ما اقولكش مثلا هات الاي بي اي كي بتاعك لازم تحطه في الاكستنشن، لا ما معلش، الليميت بتاعك مثلا قد كده، مثلا 10 مثلا، لو افترضنا مثلا 10 مثلا سونجز بروسيسنج في مثلا في الساعه، لا هو انت براحتك بتشتغل براحتك، unlimited مفتوحه لك براحتك انت. بس هي الاكستنشن عارف ان هي ماهاش، انا عاملها ماهاش مجانيه، لان الاكستنشن دي خدت مني وقت كتير حرفيا، يعني هي دي زكاة عمل بس مش اكتر يعني. فانت ممكن تشتري اكستنشن، يعني الاكستنشن حتى سعرها مش غالي، يعني انا حتى عاملها ومراعي الحته دي، ان هي بتكلف بس $5 بس مش اكتر، يعني $5 مش حاجه اساسا. بس انت ممكن اساسا انت لما تنزل اكستنشن دي تجيب منها كتير، يعني انت ممكن لو عملت تطبيق مثلا على الحته دي، ممكن تعمل بلانز وتحط فيه تطبيق ميزات كتير جدا بقى، تعمل مثلا الاكستنشن دي بتاخد اي يو ار ال، ممكن تحط بقى انت اي بي اي مثلا معين، وتضيف بقى تضيف مثلا لمنصات تانية. مثلا انا بحول من اليوتيوب، بحول مثلا من بعد ما ارفع الفايل، بحول من منصة معينة، بحول من الفيسبوك هوست، الفيسبوك مثلا فيديوز،
اي حاجه انت بقى سبوتيفاي مثلا يو ار ال اي بي اي تستخدمه برضه في الحته دي يعني. هي اهم حاجه الاكستنشن دي ترجع لها اوديو فايل، اوديو فايل يو ار ال تمام مظبوط، وهي هتشتغل عليه براحتها بقى تمام. ايا يعني يكن انت ممكن تعمل برضه اللي هي الاكستنشن دي تعملها بلانز وتجيب منها فلوس تمام. تاني ميزه اللي هو نو ليميت فور اوديو ديوريشن، يعني انت ممكن تعمل الديوريشن، الديوريشن بتاع الاوديو نفسه الفتره الزمنيه بتاعت الاوديو ممكن توصل لحد ساعتين، يعني انت ممكن لو وصلت هنا لحد ساعتين ديوريشن برضه، دي ميزه برضه من الاكستنشن. تالت ميزه برضه اللي هي هاي كواليتي سبيلت، هاي كواليتي سبيلت يعني ميزه عاليه في في الفصل، يعني انت ممكن تلاقي فجاه تلاقي الفصل بتاعها جميل جدا، يعني بتعزل الصوت جامد، بتعزل الصوت الانسترومنتالز عن صوت الفوكالز جامد، هتلاقي صوت مثلا المغني واضح وصوت الخلفيه واضح، هنشوف الوقت يعني. حتى انا كنت عملت تطبيق اسمه فاول على ممكن نشوف هو ده خطبق على الاكستنشن دي وكده كده. انا كده كده برضه هسيب الـ هسيب اليو ار اللي بتاع الدوكيومنتيشن، بحس انت ممكن لو انت عايز تروح تشوفه تتفرج عليه عادي، على تقرا الدوكيومنتيشن دي براحتك خالص، وتنزل الاكستنشن لو انت عايز تشتريها وتشتغل عليها عادي براحتك ما فيش مشكله. فانت الوقت هتروح تجيب اليوتيوب ونجيب مثلا انا الاكستنشن دي انا ضفت ميزه في التطبيق ده اولا ان هو بيعزل برضو الصوت عن اليوتيوب، اليوتيوب فيديو يعني انت بتدو اليوتيوب فيديو يو ار ال، وبعدين اول ما ياخد اليو ار ال يقوم جاي رايح ايه مطلع من بيعمل اكستراكت للاوديو منه وبيقوم جاي محوله على اكستنشن، والاكستنشن بعد تعمل بروسيسنج وتقوم جاي مرجع لك ايه الانسترومنتالز والفوكالز تمام. ف تعال نشوف كده مثلا فيديو يوتيوب لغايه ما التطبيق يحمل، بس يوتيوب مثلا ايه مثلا سونج اسلاميك سونجز، السلام عليكم ده اول واحده ده مثلا حمل بس. طب نجيب اليو ار ال بتاعها، عايز اليو ار ال تمام. احنا نروح بقى هي حمل اهو التطبيق فتح اهو، وننسخ بقى ايه اليو ار ال اللي خدناه دي هنا ونتك بس ايه دي بس إيه ممكن يظهر اعلان تمام. فهو بيعمل لسه لحد الان بيعمل بروسيسنج على الاوديو فايل، نشوف كده ربنا يسهل. ايوه تقريبا كده هو خلص، هو طالما جاب وقف كده يبقى هو خلص اهو. جاب لي هنا الميوزك، الكارد دي بتحتوي على الكنترولز بتاع ايه بتاع الميوزك، ودي الكارد دي اسمها حتى مكتوب على الفوكالز، وهنا ميوزك، ودي هنا الفوكالز تمام. هنشغل مثلا الميوزك الاول، هلا مثلا هنا دي لو لاحظت معانا هنا هتلاقي هنا ايه اللي هي دي صوت بس، صوت الانسترومنتالز بس، ما فيش صوت مغني فيها تمام. يعني مثلا لو جبت الاغنيه الاخيره طب نشوف بقى الانسترومنتالز ايه بقى ونحط مثلا هنا دي بقى الفوكس. السلام عليكم عليكم يا السلام ده بس كده. هو ده اختصار اكستنشن، اتمنى يكون عجبكم. يعني انت دلوقتي شفت بنفسك الجوده بتاعت الميوزك والفوكالز نفسها، اتمنى يكون عجبتكم الاكستنشن. وممكن وكده كده كل حاجه هتبقى في الوصف، كل حاجه هتبقى في الوصف موجوده، الوصف الاكستنشن مثلا تستخدم في ايه، ممكن انت تبدع بقى في الاكستنشن دي لو اشتريتها، لو فكرت ان شاء الله تشتريها ممكن تبدا انت براحتك بقى تحط تعمل بلانز بقى. انت مثلا لو عندك اوريدي عندك تطبيق وكنت عايز تضيف فيه الميزانيه ممكن تضيفها فيه بتدعم التطبيق بتاعك وتزداد اللي هي الرانك بتاعه مثلا.
وبس كده. اتمنى تكون عجبكم الفيديو والتطبيق والاكستنشن، واتمنى تدعم تبدأ من الفيديو دي لو حتى بتعليق او لايك. وبس كده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.